والمخصصة لمدينة أسفي، نعود لكم من خلال الفئات السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والمخصصة للذكور. معكم الآن الفئة السابعة والمخصصة للفحول من 4 إلى 7 سنوات. بالتوفيق للجميع. Your father, wait.
We'll be right back.
إليكم نتائج الفئة السابعة والمخصصة للفحول من 4 إلى 7 سنوات. المرتبة الأولى ناصر الحميدات رقم 202 في مكيات السيد بردول أشرف، مجموع النقاط 81.50. المرتبة الثانية نفر رقم 200 في مكيات السيد وكيل أيوب، حصل على 81.50. المرتبة الثالثة لمعة أبو فارس رقم 222 في مكيات السيد أبو فارس رشيد، حصل على 81. المرتبة الرابعة نور فوانا رقم 204 في مكيات السيد بونيتو عبد الحميد، مجموع النقاط 81. المرتبة الخامسة نصفر بن محفوظ رقم 226 في ملكيات السيد بن يزا عثمان، مجموع النقاط 80.50. المرتبة السادسة مضفر رقم 209 في ملكيات السيد صانيا عبد الهادي، حصل على 80. المرتبة السابعة كاظم رقم 231 في ملكيات السيد الحجامي عبد الحق، مجموع النقاط 80. المرتبة الثامنة لاداغ جوج رقم 223 في ملكيات السيد مرتضي رشيد، حصل على 79.50. المرتبة التاسعة نواف رقم 203 في ملكيات السيد الخلادي حميد، حصل على 79.50. المرتبة العاشرة منتصر رقم 219 في ملكيات السيد شاهين عمر، حصل على 79. مرتبة 11 مادور رقم 220 في ملكية السيد بن عاشور يوسف، حصل على 79. المرتبة 12 لون جوج رقم 224 في ملكية السيد جغاد عبد الحق، حصل على 78.50. المرتبة 13 مرضي رقم 216 في ملكية السيد رضا عبد الرحمن، حصل على 78.50. المرتبة 14 مرصود رقم 214 في ملكية السيد فريد عبد المجيد، حصل على 78.50. والمرتبة 15 منادي رقم 208 في ملكية السيد الويداني أنوار، حصل على 78. مبروك للفائزين وحد أوفر لباقي المشاركين. أمامكم الآن الفئة الثامنة والمخصصة للفحول 8 سنوات فما فوق. حظ موفق للجميع.